أين سجلت أعلى درجة حرارة في العالم؟ كوكب الأرض هو أحد كواكب المجموعة الشمسية، ويعتبر كوكب الأرض وفير المياه، مما يجعله فريد بين الكواكب الأخرى. يبعد كوكب الأرض عن الشمس 180 مليون كيلومتر، والأرض ذات شكل منحرف عن المحور بدرجة 23.4 مئوية. لذلك الحرارة على كوكب الأرض متنوعة، لذا فكلما ازداد البعد عن خط الاستواء اتجاه القطبين انخفضت درجة حرارة سطح الأرض، وقد تصل إلى ناقص 89 درجة مئوية. يبلغ متوسط درجة حرارة على سطح الكوكب 22 درجة مئوية، كما أن حرارة الأرض تتغير بتغير الفصول الأربعة، فترتفع صيفا وتنخفض شتاء. تتميز بعض مناطق العالم بارتفاع درجات حرارتها بشكل غير طبيعي لتسجل درجات حرارة عالية جدا. قبل قرن من الزمن، وتحديدا سنة 1913 في العاشر من جويلية، سجل في وادي الموت أعلى درجة حرارة على سطح الأرض، وكانت 56.7 درجة مئوية. جاء هذا الرقم بعد اتفاق خبراء الأرصاد الجوية على هذه المنطقة، بعد أن كانت مسجلة باسم مدينة العزيزية في الصحراء الليبية، والتي سجلت درجة حرارة وصلت إلى 57.8 درجة مئوية. لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ألغت الرقم بحجة عدم دقة القياسات الجوية في ذلك الوقت، ومع ذلك يوجد الكثير من المشككين بذلك القرار ومصداقيته. للإشارة، فوادي الموت يقع معظمه في الجزء الشرقي من أواسط ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتد جزء منه إلى داخل ولاية نيفادا.